وصلنا لفقرتنا التالية ومع المسابقات ومع الربح، وهي يمكن أحلى فقرة يا ريز. صباح الخير هالة، صباح الخير كل ليا، عام صباح وانت الخير أريج، كل بخير. عام وانتم بألف خير إن شاء الله، وانت بخير وكل هالة، عام وبألف خير شعبنا بسوريا الحبيبة. وانت بألف خير يا هالة. يلا اليوم ما تصعبي لنا السؤال، وخبرينا مين ربح معنا مبارح. امبارح ربحت معنا سناء علي بدعوة عشاء أو غدا، وامبارح تسلمت الجائزة، وامبارح نفذتها على أرض الواقع، صحيح، اجت نلا ووجبة مبروك. غدا، وحتى كانت رجعتنا انه شكرا كثير للإخبارية وشكرا كثير لمقهى المكتب، كثير انبسطوا وعيدوا انه اول يوم العيد كان عيد بحقه حقيقي، حلو يعني مثل ما حلو. بيقولوا. اليوم هلا شو السؤال اللي محضرتي لنا اياه، ومين الشخصيه؟ بدي اقول لليا انه نحن امبارح كثير سؤالنا كان سهل، سهل وحتى قلت امبارح سهل، اليوم كمان اسهل واسهل. يلا يلا نحن حنكمل معكم مسابقتنا بعيد الفطر، نقول كل عام وانتم بالف خير، وشعبنا وجيشنا بالف خير. رح نسلط الضوء على شخصية تركت بصمة في عالمنا الإنساني والعربي، ورح نعطيكم تفاصيل عن هاي الشخصية بعد هذا الفاصل. شخصيتنا لليوم رافقت حياة وذاكرت عدة أجيال عربية بما بتحمله من بساطة وحب وطيبة ووقوع في حب شريكه بالعمل، وهاتان الشخصيتان عملوا مثل لوري وهاردي بزمن القديم، بالزمن القديم رسموا شخصية وتاريخ في تاريخ التلفزيون العربي السوري منذ بدايته. كانوا أكثر من مجرد قصة فكاهية دخلت كل منزل في سوريا وحتى بالعالم العربي، ولخصوا الذاكرة الإبداعية الفنية، وكانوا عنوان تاريخ الفن التلفزيوني والسينمائي والمسرحي، حتى أن بعضها يعني البعض أطلق هذا مثل ما قلنا لوري وهاردي. شخصيتنا من مواليد دمشق عام 1928، برزت موهبته باكرا ولفت الأنظار له، أسس النادي الشرقي مع سامي جانو والمخرج خلدون المالح، وراح يقدم مسرحيات أدوار كوميدية مثل لولا النساء وثمن الحرية على مسارح دمشق والقاهرة، حيث حاز النجم تبعنا على إعجاب المسرحيين المصريين وبدأت نجوميته بالتصاعد. لم يستقر ممثلنا في العمل الفني إلا مع إنشاء التلفزيون العربي السوري عام 1960، حيث عمل مع دريد لحام ومحمود جبر بمجموعة من البرامج الخفيفة، كان أولها سهر دمشق ثم الأوبريت المسرحي عقد، كان البداية التلفزيونية للأهم للنجم في مسلسل حمام الهنا مع دريد لحام ورفيق سباعي، حيث تكرست فيه شخصيته المعروفة إلى يومنا هذا. بالختام مشاهدينا، أكيد الإجابة صارت عندكم كتير كتير سهلة، بدنا طبعا مثل العادة ومثل ما أنا متعودين أنكم تبعتون اسم هاي الشخصية بالكامل على رابط الإخبارية السورية على الفيسبوك، وطبعا بكرة أنا رح أكون معكم بآخر يوم من عيد فطر السعيد، وبدي أرجع أتمنى لكم إن شاء الله كل أيامكم أعياد وكل عام وأنتم بألف خير. نذكر هلا أنه أول تعليق وإجابة صحيحة هو رح يكون الفائز، رح يكون الفائز معنا، وفعلا كان امبارح في تواصل كتير معنا، وطبعا بدنا نتشكرهم على تفاعلهم وتواصلهم، لأن احنا ربحانين تواجدهم وتفاعلهم معنا أكيد. نعم أكيد هلا، نحن كتير بدنا نشكرك، شكرا وشكرا عن كل الهدايا يلي عم تربحيها للناس، أكيد بدنا نشكر طبعا مقهى المكتب أكيد طبعا يلي عم يقدم وجبة غدا أو عشاء للرابحين. كل عام وأنت بخير، شكرا كثير، شكرا حبيبتي، شكرا لك هلا يعني.